فتة البتنجان. فتة البتنجان بقى نستخدم فيها البتنجان مقلي إلا إذا عايزين انتوا تشووه. أنا عشان أعملها صح وعلشان تبقى طعمها مظبوط قليت البتنجان. يلا بينا. محتاجين ايه؟ فتة البتنجان دي باللحمة، وتقدروا تشيلوا أصلا فكرة اللحمة منها، تمام؟ بس أنا مقدمها لكم زي ما هي بكل تفاصيلها. الحاجات اللي انتوا عايزين تشيلوها هنتكلم فيها، ايه اللي ممكن يتشال وايه اللي ممكن ما تحبوهوش، ايه اللي ممكن يقل، مفيش أي مشكلة. يلا بينا. فتة البتنجان دي من الحاجات اللذيذة، لذاذة مش طبيعية. نص كيلو لحمة مفرومة، بتنجان رومي مكعبات مقلي او دخل الفرن اذا حابين، مفيش مشكله، او طبعا اذا عندكم اير فراير يبقى في الاير فراير. 2 طماطم مكعبات، بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، ربع كوب من البقدونس المفروم، زبده وزيت، ممكن نشيل الزبده ويبقى زيت فقط، 7 بهارات، رشه جوز الطيب، الكمون والملح والفلفل، وعيش شامي متحمص او متحمر زي ما تحبوا. محتاجين كمان للصوص الأحمر عشان هنعملها بصوص يكون بطماطم، بصلة مفرومة، واتنين معلقة كبيرة من دبس الرمان، نص كوب صلصة أو يعني اللي هي طماطم، مية. عندنا بقى صوص الزبادي، 2 فص ثوم مفروم، 4 معلقة كبيرة من عصير الليمون، 2 كوب زبادي وممكن أكتر، وكل ما كتر الزبادي كل ما كان أحلى. محتاجين يعني معلقتين ثلاثة طحينة، محتاجة ملح وفلفل اسود. وللوجه ممكن نحط حمص مسلوق، ممكن نحط رمان، ممكن نحط زبيب، ممكن نحط مكسرات. واحدة واحدة كده. لو انا عندي البتنجان يبقى انا البتنجان قليته. بعد كده هروح اجيب الطاسة اللي هبتدي اعصج فيها اللحمة. وتعصيجة اللحمة هنا بالنسبة لي مهمة، يعني حلو انها تاخد طعم حلو، لان هي هتسقيلي العيش، طبقة العيش دي هتتسقى كده بالصوص ده. كنا بنقول ان الصوص اللي احنا بنعمله دلوقتي ده بتاع اللحمة المتعصجة هو اللي هيسقيلي العيش وهيخلي طعم العيش لذيذ ومختلف وليه طعم وليه نكهة. ومعلقتين دبس الرمان اللي هنحطهم جوه الصوص دول حلوين قوي، فاذا عندك دبس رمان حطيه في الصوص. هنحط دلوقتي البصل واللحمه كده عشان تتعصج، البصل واللحمه المفرومه عشان احنا بنعمل دلوقتي فتت البتنجان. هحط عليهم البهارات عندي بقى، عايزه تحطي كمون تمام، مش عايزه مفيش مشكله، اختاري اللي انت عايزاه. انا حطيت جوز الطيب، 7 بهارات، كمون، ثوم، الثوم اساسي معايا هنا، مش دايما لما بنعصج اللحمه بنحط توم، هنا بقى انا بحب احط توم. الفته دي طعمها مميز جدا. عندنا كمان الفلفل، تعالوا نحط شويه فلفل كده لذيذ قوي، ونحط الطماطم، حبه طماطم صغيرين مش كتير، وهحط عصير الطماطم بالشكل ده. عندي بقى دبس الرمان. هو احنا كده ايه، هنحتاج دبس تاني ولا ايه؟ عايزه دبس اللي هنا ودبس للصوص. هاخد كده معلقه، معلقه من دبس الرمان، ممكن معلقه او اتنين، بيدي طعم للصوص بتاع اللحمه ده يخليه تحفه. عايزه الطماطم والفلفل الى حد ما يدبلوا، هحط شويه من عصير الطماطم تاني، هحط شويه من الميه علشان عايزه الصوص ده يستوي شويه على ايه، على نار هاديه كده، والطماطم تدبل والفلفل يدبل. ادي كده الصوص الاحمر خلص. نقدر نشيل منه
دبس الرمان اذا مش عايزه، بس هزود هنا دبس رمان تاني على الصوص ده كده، او تحطي نقطتين ثلاثه مش كتير كده، ممتاز. عايزه ازود كمان شويه من البقدونس كده جوه الصوص مع الفراخ مع اللحم، يدي نكهه برضه. زبادي مهم قوي فمش هينفع نشيله، بس ممكن نقلل كميه الطحينه زي ما احنا عايزين. الطحينه بتدي طعم وتقل ونكهه كده مميزه وتدي قوام، فممكن تبقى معلقه واحده بس. مهم عندي جدا ان الزبادي يكون شويه زبادي محترمين. هحط ايه على الزبادي؟ هحط الثوم، هحط عصير الليمون، وهحط الطحينة. مش عارفة انت بتقولي ايه. رشة من الملح ورشة فلفل اسود صغنطوطة خالص ما نحسش بيها، ومعلقة صغيرة من دبس الرمان، معلقة صغيرة جدا. بصوا يعني نقطتين ثلاثة كده. هتقولي لي يعني هي دي هتدي طعم؟ هتدي طعم، ده اذا موجود. مش موجود خلاص شلناه خالص من الوصفة، فما فيش مشكلة. بصوا حتى على طول نقطتين يغيروا اللون. ممكن تحطي نعناع ناشف، ممكن تحطي رشة سماء، كل دي نكهات بتليق قوي. والحاجة العيش المتحمص كده، وبعدين ناخد من الصوص بقى ده ونحط كده. حد هيقول لي هي فتة البتنجان من غير رز؟ ايوه دي فتة بعيش فقط، فتة بعيش محمص. وبعدين البتنجان، بتنجان مقلي ومحطوط عليه مثلا رشة ملح، رشة فلفل اسود زي ما تحب. عايزين تضيفوا الحمص كمان؟ تمام جدا. مش عايزين؟ شيلوا الحمص. هي الفكرة هنا ان احنا ايه، نحاول ان احنا ما نستخدمش لحمة كتير ونحط حاجات تانية يكون فيها بروتين لطيف. هحط فوق البتنجان كمان شوية من صوص اللحمة، شايلاه علشان يسقي كده. طبعا لذيذه جدا في العزومات، من الاكلات الشاميه اللي انا يعني بحترمها قوي. الفتات البارده بحسها قد ايه فيها نكهات كده على بعض ولذيذه قوي. هرش كده رشه اللحمه فوق البتنجان زي ما قلت لكم. ليه؟ علشان يبقى الطعم في كل حاجة. الصوص ده معايا طول الوقت، عشان كده قلتلكوا رشة من دبس الرمان. الصوص نفسه وهو لذيذ وحلو كده أحلى حاجة. عندي الصوص بقى بتاعي بتاع الزبادي، وعندنا الحمص. تعالوا ناخد حمص
من هنا مش شرط يبقى كتير، لو حد ما بيحبش الحمص اصلا يشيله من الوصفه. وبعدين اخد صوص الزبادي ده وابتدي اوزعه كده على الفته. لو عندي عزومه بفت الفته دي امتى؟ يعني والناس خلاص هتدخل تاكل، دي اهم حاجه، انه لو احنا عملنا الكلام ده، وخصوصا اذا كمان في الصيف او الدنيا حر، الزبادي لو اتعرض لحراره بيكون طعمه وحش جدا، فلازم تتقدم بارده. واذا واخداها وانا رايحه عند حد بيكون صوص الزبادي معايا، ما بحطوش ابدا عليها، وتتطبق كده واحنا في المكان اللي هناكل فيه وقبل الاكل على طول. اي زبادي اكسترا عندي بيتحط جنب الاكل للي محتاج يزود صوص ومحتاج يحط بزياده مثلا. ممكن نحط الصوص على العيش، ممكن نحط تحت على العيش، مفيش مشكلة، بس زي ما قلتلكوا يعني على طول ناكل على طول، عشان الحرارة مع الزبادي أصلا يعني مش هينفع، هتبقى وحشة جدا. هي حلاوتها إن هي تتقدم باردة كده. نحط جارنش بقى. الجارنش بتاعنا بيكون إيه؟ بيكون شوية حمص كده، بيكون رشة من السماء كده مثلا، بيكون رشة من البقدونس كده، والبقدونس هنا طعمه أصلا خطير، يعني مش بس شكل، لا فعلا طعمه حلو. هاخد الرمان كمان، من الحاجات اللذيذة جدا، وفي ناس كتير ما بتحبش ان الرمان يدخل فممكن يشيلوه، بس يعني انا شخصيا البتنجان مع الرمان مع الزبيب من الحاجات اللي بتبقى لذيذه قوي. وعندي الزبيب اذا حابه، انا قلت لكم اهو انا بحط لكم فيها كل الافكار اللي تقدروا انتوا تاخدوا منها وتشيلوا وتحطوا براحتكم. عندنا ايه كمان؟ العيش المتحمص بحب اضيفه في النص كده عشان يدي فوليوم للطبق وفي نفس الوقت يبقى شكله لذيذ. الطبق ده بالنسبه لي طبق رمضاني الى حد ما، حاسه كده بيتقدم في رمضان. بس بما اننا بقى عاملين فتت بتنجان فما ينفعش ما نقدموش. وادي فتت البتنجان بتاعتنا خلصت، نوديها بقى الناحية التانية، نحط لها اكسترا كده رمان ينور الطبق وتتقدم بألف هنا وشفا. يلا بينا.